بنرحب بيكم، بنرحب بكل المشاهدين قناة الكرمة اللي بيشاهدونا في كل مكان. خلينا نديهم تحية من وادي النطروب من مؤتمر المراسلة. نشكر رب لأجل قناة الكرمة اللي بتنقل المؤتمر على الهواء مباشرة. نشكر رب لأجل أخونا صامويل صفانوس وأختنا منى وكل العاملين اللي مش بس ربنا استخدمهم في إنشاء قناة الكرمة ودلوقتي على 11 أو 12 قمر صناعي، لكن هم على الفيسبوك طول اليوم النهارده وامبارح بيعملوا شير وبيقولوا خلوا بالكم، احضرونا، تابعونا. فعايزين ترحيب شديد مرة تاني بكل مشاهدين قناة الكرمة وإخوة المسؤولين في القناة في لوس أنجلوس في كاليفورنيا. أشكر رب لأجل المرنم الحلو الجميل الطيب واللي جاي من أعماق مصر واللي ألف ولحن ترانيم عميقة لكن قوية جدا ومؤثرة، أخونا يوسف صموئيل. خلينا نحييه تحية كبيرة. تعالوا نقف مع بعض كلنا ونقول لنا حق نقوم نرنم لك. جميلة حلوة بتقول الكلمة منك مش أوهام والوعد قلته مش أحلام. رسول بطرس يقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. احنا اعتمادنا على كلمتك يا رب، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. جايين واثقين انك حي، كلمتك بتقول لنا انك حي وانك جاي. امين. يا رب بنترجاك إلهي حي بنستناك. بنتعلم من كلمة الله إن الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. مفيش حد قصد الرب، مفيش حد لجأ ليه وهو محتاج وهو مزنوق وهو متضايق إلا ما الرب صنع معاه أكثر جدا مما يطلب أو يفتكر. عشان كده في ترنيمة جميلة حلوة المرنم فيها بيقول إن حياتنا عايشينها للي فدانا، إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، واسهري نوري بالمصابيح. جايين واثقين إنك حي، أنت حي وجاي يا رب، أنت حي وجاي، وها أنا حي إلى أبد الأبدين. حياتنا عايشينها للي فدانا نستنى يسوى معانا والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح دوب التسبيح والمسيح عالسحاب جاي لينا. أرضنا في أواخر الأيام والعلامات بتخبر قبل الكلام والمكتوب نوره يكشف الظلام والمسيح قلبه ما خب علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والمسيح بالفرح دوب التسبيح والمسيح عالسحاب جاي لينا. والدموع هو بإيده هيمسحها والأجساد نورانية هنلبسها والأكاليل قدام عرشه هنطرحها والمسيح مجده هيبلع لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح دوب التسبيح والمسيح عالسحاب جاي لينا. ونعيش له وقلوبنا في السما كل يوم والغربة للسما بتشوقنا والمسيح هو كل ما لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح دوب التسبيح والمسيح عالسحاب. والدموع هو بإيده هيمسحها والأجساد والأكاليل قدام عرشه هنطرحها والمسيح مجده هيملع لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح دوب التسبيح والمسيح عالسحاب جاي لينا. ونعيش له وقلوبنا في السما كل يوم والغربة اللي السما بتشوقنا والمسيح هو كل ما لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والبسي بالفرح دوب التسبيح والمسيح عالسحاب جاي لينا. امين. يا كنيسة افرحي جاي المسيح. الرب جه وهيجي مرة تاني، جه علشان يفدينا ويخلصنا وهيجي مرة تاني علشان ياخدنا. لحين ما يجي الرب احنا في رحلة الكنيسة على الأرض. المرنم كتب وقال كده: يا اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. أنا أتغير كل يوم يا رب، لكن أنت أمين ما بتتغيرش. شكرا ليك لأنك أنت بنفسك بترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. هتكمل انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. يا اللي بديت بتحمل. شكرا ليك يا اللي بترعاني، شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش، وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك يا اللي بترعاني، تراني يلي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا ربي اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا ربي اعيش لك عالي، فوق العالم فوق احوالي. شكرا ليك يا اللي بترعاني، شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا ربي أحبك أكتر، ده محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شوقي يا ربي أحبك أكتر، ده محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. شوقي يا رب احبك اكتر، محدش بيحبني. في ترتيله جميله حلوه بتتكلم عن الغربه. ما انا اذا هنا الا غريب، انتظر مجيئه فدي القريب. ياخذني اسكن البيت الرحيب، وبمجده سنحظى اجمعين. يا جميع من فديتم رنموا. الشعب بعد ما عبر البحر بدا يرنم ويقول الفرس وراكبه ترحمه في البحر. الرب قد تعظم. اللي اتفدى اللي حصلوا على الخلاص هو اللي يرنم ويهتف ويفرح ويقول ليتنا نسير دوما في حماه، مظهرين في حياتنا رضاه، كي يكون سعينا وفق رضاه وبمجده سنحظى. يا عريس المجد أسرع بالزفاف، هالعروس في انتظار. جميع من فديتم رنموا للمسيح شاكرين واهتفوا. عن قريب سوف يأتي فافرحوا، وبمجده سنحظى أجمعين. عن قريب سوف يأتي فافرحوا، وبمجده سنحظى أجمعين. في الصباح سوف ننظر الحبيب، وسحابات المتاعب تغيب، ودموع الحزن تنسى والنحيب، وبمجده صنع حظى أجمعين، ودموع الحزن تنسى والنحيب، وبمجده صنع حظى أجمعين. ليتنا نسير دوما في حماه مزهرين في حياتنا غنى، كي يكون سعينا وفق رضاه، وبمجده صنع حظى أجمعين، كي يكون سعينا وفق رضاه، وبمجده صنع حظى. ما أنا إذا هنا إلا غريب، أنتظر مجيء فادي قريب، يأخذني أسكن البيت الرحيب، وبمجده صنع حظى أجمعين، يأخذني أسكن البيت الرحيب، وبمجده صنع حظى أجمعين. يا عريس المجد أسرع بالزفاف، هالعروس في انتظار الاختطاف، إذ يكمل السرور والهتاف، وبمجدك صنع حظى أجمعين، إذ يكمل السرور والهتاف، وبمجدك صنع حظى أجمعين. كل شخص عاش للمسيح ضحى. في آية بتقول إن الآلام التي للمسيح إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. كل شخص اتألم لأجل المسيح هيتمجد معاه، كل شخص ضحى. عشان كده في عبرانيين 11 ناس كتيرة داسوا على الإغراء وعلى الألم، وهم من بعيد نظروها حيوها، أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، لأنهم كانوا يبتغون وطنا أفضل أي سماويا. وهم وفي ناس اتألموا وتعذبوا نشروا، ولم يكن العالم مستحقا لهم. بس احنا غاليين على الرب جدا، وكل شخص فينا غالي على الرب، والرب مجهز ليه خطة عظيمة. الرب فاتح قلبه وفاتح حضنه لكل شخص يجي، مهما كانت ظروفه مهما كانت أحواله، يجي يترمى على الرب ويقول له التريمة الحلوة اللي جاية دي، بيقول له يا رب أنا جاي ومسنود على وعدك، وعناية بتنظر لمجدك، واثق فيك وفي قوة حبك، أنت إلهي صادق في وعدك. أنا واثق إنك تبكمها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تبكمها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها ولو شفت انهيت بعيني ومليش قوة إن أتكلم تحييني وتمد لي إيدك تعمل فيا لما أسلم ولو شفت انهيت بعيني ومليش قوة تحييني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما اسلم صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي بتشرحني لمسة حنانك بتريحني تزكي صبري وتفرحني في كل أموري وتنجحني مهما التجارب بتشرحني لمسة حنانك بتريحني تزكي صبري وتفرحني حقق المواعيد زمن الضيقة زمان محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق المواعيد صادق 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 يا ربي أنت يا ربي صادق يا ربي مواعيدك صادق 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 يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك. امين. اخونا يوسف الف كذا ترنيمه جديده خلال السنه اللي فاتت، منهم ترنيمه مخصوص لعبرانيين 11 الخدمه اللي الرب هيباركنا فيها، ونستمع لخادم الرب المعلم المبارك رجل الله الاخ يوسف رياض. بس قبلها كمان ألف ترنيمة كنا دايما بنصلي قبل الفرص الروحية، الصلاة اللي صلوها التلاميذ في سفر الأعمال واصحاح 4 لما قالوا له مجد فتاك القدوس يسوع بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب، ولما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. ترنيمة بتقول يا اللي خلق يا اللي صنعت السماء والأرض. الترنيمة دي مأخوذة تماما من الصلاة اللي صلوها التلاميذ سفر الأعمال وأصحاح 4، فيها هيرودس، فيها بيلاطس، فيها إنه المعجزات ما زال الرب كل يوم بيعمل معانا معجزات. وجودنا النهارده في المكان ده معجزة في حد ذاته، ناس كتيرة مش موجودة لكن احنا موجودين ودي معجزة من عمل الرب معانا. شعر رقم طب موجودة في الشعر. يلي صنعت السما وكل ما فيها قلبي نار الشاشة يا رب يتمجد ابنك وسطيها، ياللي صنعت السما والأرض والبحار وكل ما فيها، طالبينك بلجاجة يا رب يتمجد ابنك وسطيها، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ما نقولش كان ماضي وفات. هيرودس يستهزئ بنجاسة وبيلاطس بيقاوم بشراسة، وانت مزيج من حوالينا بملايكة وبأقوى حراسة، هيرودس يستهزئ بنجاسة وبيلاطس بيقاوم بشراسة، وانت مزيج من حوالينا بملايكة وبأقوى حراسة، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ما نقولش كان ماضي وفات. مد يدك للشفاء وبرئنا من أي داء، باسم فتاك القدوس يسوع يلمع اسمه فوق الأسماء، مد يدك للشفاء وبرئنا من أي داء، باسم فتاك القدوس يسوع يلمع اسمه فوق الأسماء، زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ما نقولش كان ماضي وفات. انظر إلى كل تهديد فنكرس بصليبه بمجاهرة، يتحرر كل العبيد ويأمنوا ويعيشوا العيد، انظر إلى كل تهديد فنكرس بصليبه بمجاهرة، يتحرر كل العبيد ويأمنوا ويعيشوا العيد، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ما نقولش كان ماضي وفات. بنصلي برجاء وإيمان قوة روحك تثمر فينا، والروح يملأ كل كيان، تعمل بينا في كل مكان، بنصلي برجاء وإيمان قوة روحك تثمر فينا، والروح يملأ كل كيان، تعمل بينا في كل مكان، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ونشوف زمن المعجزات ما نقولش كان ماضي وفات، ما نقولش كان ماضي وفات. امين. قبل ما نكون بنصلي كمان هنستمع للترنيمه الجديده اللي اول مره تتقال فقط في مؤتمر المراسله 22 عن سحابه الشهود. عبراني 11 اسم الترنيمه بتقول، أنا كاتبها لوحة الشرف، لأن المفسرين في طبعا معانا خادم الرب الأخ يوسف رياض يعني أهلا وسهلا، بس فبيقولوا الترجمه اسمها ايه يعني اولها؟ هم بيقولوا لصح ده اسمه لوحة الشرف. تمام، بس الاول كلمه في الترنيمه بتقول يلي بتدور على الامان. يلي بتدور على الامان. يلا مع بعض نسمع دي وبعدها نصلي علشان نسمع الكلمه دي. لوحة الشرف هي رقم 52 و52 في الكتاب معانا. اللي عايز يتكتب اسمه في لوحة الشرف يعيش للمسيح. طبعا. الآن حيران والغربة مرة ما فيهاش ضمان، والغربة مرة ما فيهاش ضمان، فيها الكتير من الأحزان. تعالى ليسوع الحنان، عنده الخلاص عنده الغفران، ده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان، ده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان. تحرير تبرير وسلام علشان تتطهر من الذنوب لازم تآمن بالمكتوب وتحط ثقتك في المصلوب، وتحط ثقتك في المصلوب، حبك وشال كل العيوب. زي هابيل وزي رحاب دمه حماهم من العقاب، وده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان، وده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان. تحرير تبرير وسلام. فكر في نوح مؤمن وبار، خاف على بيته فخد قرار يبني الفلك ويدخل فيه، يبني الفلك ويدخل فيه، ويكرز تعالوا إليه. ومدام من قلبك نويه تخلص أنت وأهل البيت، ده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان، وده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان. تحرير تبرير وسلام. وإن كنت ناوي تعيش مبسوط كون إبراهيم ما تكونش لوط. إبراهيم ما تكونش لوط، واحسبها صح وبالمظبوط، واحسبها صح وبالمظبوط، هيباركك وتصير مظبوط. أسكن خيمة وابن المسبح، خاف إلهك واشبع وافرح، ده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان، وده كله بالإيمان بالنعمة بالمجان. تحرير تبرير وسلام. آثار الغنم عبر قائدنا رب النعم، دايس على الإغراء والألم، دايس على الإغراء والألم، نظرة عينينا فوق في القمم، مش خايفين ومكملين، والرئيس الإيمان ناظرين، ده كله بالإيمان، بالنعمة بالمجان، وده كله بالإيمان، بالنعمة بالمجان، تحرير تبرير وسلام، هو قريب جاي ياخدنا معاه، ولأنه حي بنستناه، وهيمسح دموعنا الله، وهيمسح دموعنا الله، ونشوفه ونعيش وياه، ومثال أخنوخ والنبي إيليا لسه ما صعدوا بأجساد حية، ده كله بالإيمان، بالنعمة بالمجان، وده كله بالإيمان، بالنعمة بالمجان، تحرير تبرير وسلام. آمين. خلينا واحنا واقفين دقايق في الصلاة أخونا الحبيب مجدي من السراقنا، وأخونا الحبيب فتحي فريد من ديروت هيجوا علشان يطلب بركة الرب على الكلمة، لكن زي ما بنقول في كل مرة مش أخين دول بس بيعبروا وإحنا بنقول أمين، يعني يا رب تستمع. فخلينا نقضي لحظات، أنا نفسي أنا شخصيا أشعر بعطش شديد لكلمة الله في عبرين 11 في هذا الصباح في هذا المساء، عطش حقيقي. فأعطش أنت كمان، قل له علمني من رجال الإيمان دول، في دروس عظيمة ما تبقاش نظرية يا رب، خليها تكون عملية في حياتي. شكرا لك من كل القلب، ونعظمك يا رب من أجل شخصك الكريم العظيم اللي فضت علينا ببركات غزيرة يا رب، وفتحت علينا جو السماويات. شكرا لك من كل القلب، ونعظمك يا رب، لقد بدأت معنا بالبركة وأخذتنا معك إلى الأعماق. شكرا لك من كل القلب يا رب، نعظمك لأنك حببتنا في الكلمة أكتر، واحنا بنخش معاك في نهر السباحه. شكرا لك من كل القلب، ونعظمك يا رب، وقد ايه احنا متعودين على جودك، وتعودنا على احسانك، لان مغبوط عندك العطاء اكثر من الاخذ. شكرا لك من كل القلب يا رب، ها نحن امام الله حاضرون لنسمع منك انت شخصيا يا رب. شكرا لك من كل قلوبنا، نعظمك، لمع شخصك امامنا وانت بتكلمنا عن اثار الغنم يا رب، عن سحابه الشهود. لمع شخصك امامنا وخلي شخصك يغلى علينا اكتر واكتر، وادينا اذان صاغيه يا رب، جهز النفوس والقلوب، وادينا نعمه تملى كل الاواني بالماء الى فوق يا رب. لك منا كل الحمد. آمين. يا أبونا الكريم الغالي، من كل القلب نشكرك، من كل القلب نتعبد إلى جلالك. أشكرك يا رب لأجل وقت تختلي به فينا في وسط ظروف الحياة الصعبة، وصوتك لنا أما أنتم فهلموا إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. بحق يا رب بنرتاح في تلك الفرص، إذ بننتعش من حولك يا رب. أشكرك لأجل كل رسالة وجهتها إلى قلوبنا، أشكرك لأجل كل كلمة تكلمت بها إلينا يا سيد. أشكرك، نباركك من كل القلب يا اللي بديت معانا بالبركة، واثقين فيك إنك هتكمل يا رب. بين إيديك اجتماعنا يا رب، بين إيديك فرصتنا، حاصر أذهاننا بالروح القدس، ادي كلمة تصل إلى الأعماق، بل ترجم الكلام يا رب عمليا في حياتنا، ولكل المجد. آمين. امين. اتفضلوا مكانكم. احنا بنشكر رب جدا لاجل سلامه خادم الرب الاخ يوسف رياض، كان اتعرض لوعكة بسيطة وربنا شفاه لينا، وكنا بنصلي ان الرب يقيمه علشان ما نتحرمش ابدا لما يجيء الرب من وجوده معانا في اسم الرب يسوع. انا شخصيا اشك ان اي مسيحي متكلم بالعربية في العالم ما يكونش استفاد من خدمات الاخ يوسف رياض، سواء عن طريق الكتب الكثيرة او البرامج التلفزيونية. انا على المستوى الشخصي تعلمت الكثير عن طريق هذا الرجل المبارك اللي قضى كل عمره مع الكتاب المقدس. حاجة عظيمة، حاجة جميلة. يعني مش ممكن تقرأ كتاب للأخ يوسف رياض إلا وتتعلم تعاليم غزيرة، تلاقي المختصر المفيد العميق. وبره في مكتبة بهذه المناسبة، أنا بنصحكم، هو كمان عمل ملخص للكتاب المقدس كله، وخلص العهد القديم وبدينا في العهد الجديد، خلصنا كمان العهد الجديد نشكر الله. تلاقي بره كل المكتبة موجودة. لن أنسى يمكن سنة 84 كان في نجع حمادي فرصة جميلة ونهضة عظيمة 83 و84، وكان في وعظة هو طبعا نسي وعظها برضه في عبرين 11، بس كانت عن أخنوخ. هذه العظة غيرت حياتي، أنا كنت مؤمن حقيقي بس قعدت أسمع فيها مرة و100 وصلي وابكي يا رب هل الأرض تستاهل نعيش لها ولا نعيش للمسيح؟ أتمنى، وأنا واثق مش بس أتمنى، إن الرب ذات التأثير هيوجده الليلة وهو بيكلمنا من كلمة الله في عبرين 11. تعالوا نحييه تحية كبيرة ونحيي الرب باسمه. سعيد أن أكون معاكم في هذه الليلة، وسعيد أن أتكلم كمان معاكم في هذا الفصل العظيم اللي نقدر نسميه ذكريات السالفين ولوحة شرف المتفوقين، أو إيمان الأبطال، أو أبطال الإيمان. كل ده ممكن نقوله عن هذا الفصل العظيم. هقرأ معاكم بعض الآيات وأتكلم بعض الأفكار زي ما ربنا هيدينا في هذه العشية. نقرأ من عدد 1 من عبرانيين 11: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته، فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها الله. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت، إذ حسبت الذي وعد صادقا، لذلك ولد أيضا من واحد، وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. هكمل الأصح كله لأن القراية فيه سبب تعزية. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عديدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. وماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه الأسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان، لم ينالوا المواعيد إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. آمين. أرجو أن نحن رؤوسنا للصلاة، نطلب بركة الرب. ربنا أمام هذا الفصل العظيم اللي بيتكلم عن ناس قلت عنهم بصدق لم يكن العالم مستحقا لهم، مع أنهم بعضهم كان فقير معتاز مكروب مذلول، بس أنت بتبص ليس كما ينظر الإنسان. الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. شهوة قلبنا يا رب إنك لما تبص إلى قلوبنا تلاقي حاجة بتتوافق أنت معاها، متوافقة معاك يا رب. من فضلك إذا كان في إنسان لسه ما تمتعش ببركة الإيمان وعطاياه الكثيرة اذكره في هذه الليلة يا ربنا. بنصلي لأجل اللي قدامك ولأجل اللي في الشاشات على بعد آلاف الأميال، الكل قريب منك يا رب، والكل تقدر توصل ليه وتخلصه. وعاوزين احنا اللي عرفناك ادينا حياة فضلة، حياة تقوية، حياة الإيمان، الحياة اللي ترضيك يا رب. لك كل المجد، آمين. هذا الأصحاح اللي متكون من 40 آية، نقدر نضيف له 3 آيات من الأصحاح اللي فات و3 آيات من الأصحاح اللي جاي. يعني هذا الأصحاح علشان يبقى متكامل من عدد 38 من أصحاح 10، ثم كل أصحاح 11، ثم ال3 آيات الأولى من أصحاح 12. ده الموضوع على بعضيه، هو موضوع الإيمان. وفي الحالة ديت لو أخذنا كده يبقى هذا الجزء بيتكون أو نقرأ فيه عن كلمة الإيمان 27 مرة، 3 في 3 في 3، 3 أس 3. إيه ال3 آيات اللي في آخر الأصحاح 10؟ البعض بيعتبروا ده مقدمة. وإيه ال3 آيات اللي في أصحاح 12؟ البعض بيعتبره تذييل. فالموضوع دايما بيبقى ليه مقدمة وبيبقى ليه تذييل. المقدمة هو تكلم عن حاجة محتاجين لها العبرانيين، وإحنا إيه اللي إحنا محتاجين له جدا جدا؟ هو الصبر. قال لهم كده فإنكم تحتاجون إلى الصبر. وإحنا برضو مش محتاجين للصبر أكيد. والجميل إنه مش بيقول أنتم محتاجين للصبر لأن لسه بدري، لكن بالعكس أنتم محتاجين للصبر لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يقتل. خلاص هانت. بشبهها دايما بالتشبيه البسيط ده، لما ولد يكون ناجح وشاطر وذاكر وبعدين جه بقى على آخر السنة آخر أسبوع وزهق مش عاوز يذاكر، وبعدين أمه تشجعه تقول له حبيبي أنت شاطر طول السنة، أنت بذلت مجهود كويس قوي وما فضلش غير 2 3 يوم وتدخل الامتحان وإن شاء الله بالتفوق. يعني ما فضلش غير القليل. أنا بيتهيألي ربنا بيقول لنا النهارده يا إخوة ما فضلش غير القليل، خلاص هانت، جاي الرب. يا كنيسة افرحي، جاي المسيح، اسهري نوري بالمصابيح، المسيح جاي. طبعا قدامي كده شاف ناس ابتسمت أول ما عرفوا المسيح جاي، وناس قفلت يعني معذورين. أي واحد يقفل طبعا. أنا صدقوني لو أنا مش مؤمن حقيقي واسمع ان الرب جاي، ده خبر يفرح ولا ينكد؟ ده خبر يزعل. لكن نشكر الله كل المؤمنين، واتمنى من قلبي ان لو واحد دخل وبيسمع عن مجيء الرب ويزعل، ان شاء الله يطلع من هنا وهو فرحان لان الرب قرب يجي. وبعدين يقتبس لهم آية مشهورة قوي في حبقوق أصحاح 2 الآية 4، أما البار فبإيمانه يحيى. وبعدين اتكلم في أصحاح 11 كله عن هذا الإيمان كأنه بيشرح. يعني نقدر نعتبر إن كلام أصحاح 10 وبعدين نفتح قوس كبير قوي ياخد كل أصحاح 11 ويجي في أصحاح 12 يقول لنحاضر بالصبر. رجع تاني للصبر. في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. يبقى إذن في مقدمة، في تزييل، وفي موضوع. أو في موضوع بدأوا في أصحاح 10 كملوا في أصحاح 12، والذي جاء في أصحاح 11 الأصحاح العظيم ده هو ما بين قوسين. إيه الموضوع بتاع أصحاح 11؟ الإيمان. وعايز أقول المسيحية تسمى الإيمان. في غلاطي أصحاح 3 يقول قبلما جاء الإيمان، بيكلم العبرانيين، هم كانوا متأسف بيكلم الغلاطيين، فبيقول لهم قبلما جاء الإيمان كنا محروسين، لكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. ويقصد بالإيمان الإيمان المسيحي، يقصد بالإيمان المسيحية. لماذا تسمى المسيحية إيمان؟ لأننا امتلكنا كل البركات بس مش في إيدينا. بالضبط زي ما هيتكلم هنا عن أبطال في الإيمان سكنوا في أرض الموعد، ورثوا أرض الموعد ولم يمتلكوا فيها وطأة قدم. وعشان كده إحنا مش هنتبارك بكرة، الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات. بس ايه اللي احنا ماسكينه في ايدينا؟ مش ماسكين حاجه في ايدينا غير ربنا في قلبنا، لكن مش ماسك. عشان كده المسيحيه كلها تسمى الايمان. وعايز اقول اذا كانت المسيحيه تسمى الايمان، فالايمان ما اهم في ضوء العهد الجديد. الايمان يعطينا غفران الخطايا. يلي عايز غفران خطايا مفيش داعي للسفر، مفيش داعي تروح اخر الدنيا وتذل جسدك من غير ما تدفع، بالمجان وبالايمان. غفران الخطايا بالايمان له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران. عايز غفران خطايا؟ الايمان. عايز خلاص؟ يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ اجاب وقال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. ببساطه كده. عايز حياه ابديه؟ نعم، ايات كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياه باسمه. ببساطه تاخد الإيمان، تاخد الغفران، الخلاص، الحياة الأبدية. عايز ترضي ربنا؟ سيبك من أي كلام تاني. هنا بيقول لنا الآية الرائعة، الآية 6، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. ما تقدرش ترضي ربنا. لما نروح لآخر رمية 14 تيجي آية في منتهى الخطورة، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. يا للدرجة دي؟ عشان كده يا جماعة الإيمان تاخد بركات الله بالإيمان، ترضي ربنا بالإيمان، وإذا ما فيش إيمان كل ما ليس من الإيمان فهو خطية. تعال نبص بقى على الأصح العظيم ده اللي احنا قلنا إن ليه مقدمة مش هتكلم عنها وليه تزيين مش هتكلم عنه، لكن هذا الأصحاح اللي متكون من 40 آية المفسرين قسموه إلى قسمين، وناس تاني قسموه إلى 4 أقسام. هقسمه قسمين وأقول إنه لغاية الآية 22 نقدر نعتبره ده قسم، وبعدين من الآية 23 لآخر الأصحاح قسم تاني. اشمعنى أنا قسمته يعني بالطريقة دي؟ لأن من عدد 1 لغاية عدد 22 نقرأ عن 7 رجال وامرأة، وهؤلاء ال7 رجال والمرأة كلهم مذكورين في سفر التكوين. اللي هم مين؟ اللي هو هابيل، أخنوخ، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، والمرأة هي سارة. يبقى من 1 ل 22 7 رجال وامرأة، ثم من عدد 23 لآخر الأصحاح 7 رجال وامرأة. مين ال7 رجال؟ موسى. ثم يقول لنا في آخر الأصحاح يعوزني الوقت إن أخبرت عن بعد موسى جدعون وبراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل. دول ال7 رجالة. ومين المرأة؟ رحاب. يبقى إذن اللي قسموه نصين ليهم حق، إن 7 رجال كلهم من سفر التكوين والمرأة من سفر التكوين، ثم بقية الأصحاح 7 رجال من خارج سفر التكوين والمرأة أيضا من خارج سفر التكوين. يبقى تقسيمة معقول. البعض قال لا، هو يتقسم 4 أقسام أحسن، وأنا برضو شايف إنه أحسن 4 أقسام. من 1 لغاية 7 ده قسم نقدر نقول عنه الإيمان في العالم القديم، وإحنا عارفين إن في عالم قديم، بعديه جاء عالم الحاضر، وبعديه هيجي العالم العتيد. يبقى فيه 3 عوالم إن جاز أن نقول. العالم القديم انتهى بالطوفان أيام نوح من كتر شره، والمسيح قال إن العالم اللي احنا عايشين فيه ده أيامه سودة وزي أيام نوح. مش كده قال المسيح؟ كما كان في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان. وأعتقد احنا مش شايفين اختلاف أبداً. بنقرا عن فسدت الارض كلها. طب ما النهارده فساد، شر، نجاسه. تاسف الله انه عمل الانسان. لولا شويه الاتقياء الرب ما كانش احتمل هذا العالم. وعشان كده اول ما تختطف الكنيسه هتنزل الضربات الرهيبه، ارهب بكثير مما حدث ايام نوح. العالم القديم، وبيكلمنا عن 3 أبطال، هابيل وأخنوخ ونوح. ثم بعد ذلك يكلمنا عن الآباء وعن تغربهم في أرض الموعد كأنها غريبة، وهنا يتكلم عن الصبر، غربة الإيمان وصبره. ثم بعد ذلك يكلمنا عن رحلة الإيمان وفضيلته عندما يتكلم بدءا من موسى الذي قاد الشعب من مصر إلى كنعان. الرحلة عايزة فضيلة، شجاعة أدبية، وأعتقد أروع نموذج للفضيلة هو موسى نفسه. رائع، يعني يا رب ادينا شيء من إيمان هذا البطل العظيم موسى. ثم بعد ذلك دخلوا الأرض وامتلكوا الأرض، لكن الأمر يحتاج إلى معارك وبالتالي انتصارات. يبقى ال4 أقسام هقولهم تاني، من 1 ل 7 العالم القديم حيث يرسي مبادئ العلاقة مع الله. ثم القسم الثاني من عدد 8 ل 22 حيث يكلمنا عن غربة الإيمان وصبر الإيمان. ثم القسم الثالث يكلمنا عن رحلة الإيمان من عدد 23 لغاية عدد 31، بيكلمنا عن رحلة الإيمان وفضيلته. ثم في الجزء الأخراني معارك الإيمان وانتصاراته من عدد 31 لآخر الأصحاح. جميل، لكن أكتر من كده كلمة الله أصلك مهما تدور تلاقيها أبعد. أحد رجال الله قال لما تدرس دايما كلمة الله توحي إليك بالأبعد، يعني كأن واحد بيحب يعوم وبيعرف يعوم كويس، وكل ما يدخل يلاقي اللي جاي أحلى فيدخل تاني، وكل ما يدخل يلاقي إن اللي بعديه أحلى فيدخل برضه. دي كلمة الله، إحنا سعداء بهذه الكلمة. عشان كده ال7 آيات الأولى بتتكرر فيها كلمة الإيمان 7 مرات. ثم القسم الثاني اللي قلت عليه من عدد 8 ل 22 تتكرر فيه كلمة بالإيمان 7 مرات. ثم القسم الثالث اللي قلت عليه انه من عدد 23 لعدد 31 تتكرر فيه كلمة بالإيمان 7 مرات. ثم القسم الأخراني وهو أوجز فيه، لم يكلمنا عن تفصيلات، يعوزني الوقت إن أخبرت عن واتكلم عن قائمة من رجال الله ما ذكرهمش بالتفصيل، لكن أول حاجة قال الذين بالإيمان قهروا ممالك، وآخر حاجة قالها هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان. يبقى تبتدي بالإيمان وتختم بالإيمان، ويذكر لنا 6 رجال ثم يضيف عليهم والأنبياء علشان يبقى العدد 7. طيب، صعب إن نتكلم عن الأصح كله، ده عايز له مؤتمر كامل إذا كفى، لكن هتكلم عن شوية أفكار، وهبدأ بالعالم القديم اللي قلت عليه اللي بيكلمنا عن 3 أبطال من أبطال الإيمان من العالم القديم. العالم القديم هو ما قبل الطوفان، وال3 هم هابيل وأخنوخ ونوح. زي ما قلت دول بيرسوا لنا مبادئ التعامل مع الله، يعني الله عشان يتعامل عنده مبادئ. هذه المبادئ نشوفها في هابيل ثم أخنوخ ثم نوح. بالمناسبة رسالة العبرانيين بتكلمنا عن 3 ثلاثية غير قابلة للانفصام، يعني ما فيش فصال في الموضوع ده. ايه هي الثلاثية؟ في عبرانيين 9 يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. عبرانيين 11 عدد 6 بيقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء. أصحاح 12 بيقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ما تنسوش ال3 دول، اعملوا معروف، دي مبادئ ثابتة ما فيش فصال فيها. بدون سفك دم فيش مغفرة، خلاص. بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. بدون القداسة لن يرى أحد قرب. تعالوا بصوا على الثلاثة دول الأبطال دول. حبيبي يقول لنا بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. طبعا أنا اتبررت يا جماعة، ده إبراهيم متأسف ده هابيل مش كده؟ هو بيقول لنا بيقول لنا وإن مات يتكلم بعد. أنا ما سمعتلوش ولا كلمة لما كان عايش، أسمع لقايين كلام. يعني مثلا قال للرب مثلا لا أعلم أحارس أنا لأخي، مثلا قال للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل. لكن هابيل قال إيه؟ ولا كلمة. بس تعرفهم بعد ما مات قايين ما بيتكلمش، ما بيعمل إيه؟ بيصرخ. بقى له كم سنة بيصرخ؟ حوالي 6000 سنة 5000 سنة يعني لو كرمناه، بس هيفضل لأبد الأبدين يصرخ. طب وهابيل اللي ما سمعنالوش كلمة لما كان هنا وإن مات يتكلم، بيقول إيه؟ بيقول لنا أنا خاطي زي أخويا وزي أبويا، كلنا خطاط، كلمة الله تقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. بس أنا اتبررت. الله شهد لقرابيني وشهد أني بار. ليه؟ لأني قدمت الذبيحة، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. يا حبيبي اللي بتدور على غفران بعيد عن صليب المسيح لن تجد أي غفران إطلاقا إطلاقا. عشان كده ده أول واحد. أخنوخ بيقول لنا حاجة تانية، لأن الآية جت عن أخنوخ، الآية 6 بيقول كده صار أخنوخ مع الله شهد له أنه قد أرضى الله ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاه. يبقى هابيل بيعلمنا الأولى، وأخنوخ بيعلمنا الثانية، ونوح بيعلمنا الثالثة، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ماذا تعني كلمة القداسة؟ الانفصال عن الشر. وهذا ما فعله، هذا ما فعله نوح وهو عايش، كان منفصل وبعدين بنى فلكا لخلاص بيته واتنقل إلى عالم ما فيهوش أشرار، عالم جديد. يبقى إذن الثلاثة دول مهمين قوي. لكن حاجة تانية، دخلت الخطية زي ما احنا عارفين في سفر التكوين أصح 3، والكتاب يقول لنا في رومية 12 ملكت الخطية. عارفين يعني ملكت؟ يعني ملكت. أمال مين؟ يعني بتتسيد على مين؟ بتتسيد على خلق الله اللي هم أنا وأنت. ناس كتيرة ده ذل الخطية، ويمكن ناس لغاية النهاردة ضايقين ذل الخطية. لكن شكرا لله جالنا اللي حررنا، جالنا اللي حررنا، اللي قال في يوحنا 8 لما نروح احنا أولاد إبراهيم لم نستعبد قط لأحد، قال لهم من يفعل الخطية هو عبد الخطية، لكن إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. هابيل بيقول لنا إن في نصرة على الخطية، الخطية دخلت بس في نصرة عليها عن طريق الذبيحة. أخنوخ لا بيقول لنا حاجة تاني، أصل الخطية لما دخلت ما دخلتش لوحدها، لكن جرت معاها ضيف أرزل منها، هي رزلة. بس بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وطبعا الموت ده ضيف رزل قوي جدا محدش يحبه، وسمى الكتاب انه آخر عدو يبطل. بس تعرفوا أخنوخ بيقول أنا نجيت من الموت. يا عم يا بختك يا عم أخنوخ، إن شاء الله يبقى الموضوع ده لعدد كبير مننا، يمكن كلنا. هو لو جه ربنا دلوقتي ما كلنا هيبقى لينا الامتياز اللي كان لمين؟ لأخنوخ. بس تعرف الموت مش هو المصيبة الكبيرة، يعني الخطيئة مصيبة وفي أكبر منها مصيبة اللي هي الموت، وفي مصيبة بعدها أصعب، لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدين. كتر الإلحاد النهاردة، كتر الإلحاد. بس أنا مش عارف ليه الملحدين لما بيقرب لحظة الموت بيخافوا. ده انت ياما قلت، ده انت ياما قلت ان مفيش إله، ولما الإنسان يموت خلاص انتهت الحكاية. بترتعب ليه لما بتيجي لحظة الموت؟ والإجابة لأنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك. بس هو مش مؤمن بيها، بس هو الله جعل الأبدية في قلبه. بينكروا معرفة الله، بس معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. دي شغلة ربنا، ده ربنا حط صوت جواه بيقول أنا موجود، أنا كائن. وبعدين بيخافوا من الأبدية مع أنهم بينكروها، لكن جعل الأبدية في قلبه. عشان كده ثلاث مصايب، بس الثلاثة الأوائل دول هابيل أخنوخ نوح بيقولوا لنا في نصرة على الخطية، ونصرة على الموت، ونصرة على الدينونة، ودي الأساس لأي علاقة صحيحة مع الله. عشان تبتدي العلاقة محتاج الذبيحة، أو خلينا أقولها بقى بأسلوب العهد الجديد، عشان تبتدي العلاقة مع الله أنت محتاج للصليب. إذا كان حد منكم أرى قصة يوحنا بنيان والرحلة، الكتاب العظيم اللي كتبه، بدأت العلاقة، سياحة المسيح، بدأت العلاقة الحقيقية للإنسان الخاطئ مع الله عند الصليب، لما راح للصليب اتقابل معاه. عشان كده أي بداية حقيقية تبدأ من الصليب. طب بدينا العلاقة، نشكر الله، نعمل إيه؟ نمشي مع الله، نمشي معا، نحكي معا كأفضل الرفاق. ده احنا وصار أخنوخ مع الله. كل ما بنقرأ الآية دي بحسد أخنوخ، 300 سنة يا راجل يا طيب تمشي مع ربنا. ده الواحد لو ماشى أسبوع مع ربنا بيقول الحمد لله الأسبوع ده ما حصلش انتربشن وكنا ماشيين مع ربنا كأفضل الرفاق. 300 سنة، يا بختك يا أخنوخ. وبعد ما خلصت ال 300 سنة عمل إيه؟ ولم يوجد، لأن الله نقله. هنا بيقول حاجة مهمة جدا، لكي لا يرى الموت. يعني لا مات لما راح السماء، وطبعا مش هيموت مرة تاني، لأن في ناس بيقول لك هيجي عشان يموت. غاويين نكد الناس دول. يا عم ربنا مش عايزه يموت، الله مش عايزه. ومش بس هو، لكن هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير. دوروا عليه ما لقوهوش، مش كده؟ قريب خالص هيدوروا علينا ومش هيلاقونا. أنا اليومين دول ساكن لوحدي، وبعدين البواب أكيد هيحس، يوم 2 3 4 ما بنزلش. إيه الحكاية؟ لا يكون جرى له حاجة، ويفتح الباب ويلاقي كل حاجة موجودة، لكن صاحب البيت إيه؟ مش موجود. يمكن قلت لكم الحكايه ديت لما رحت استراليا اول زياره، جبت معايا ستيكر حطيته قدام اللي قاعد جنبي في العربيه، بقول فيه: انت تركب هذه العربيه على مسؤولياتك الشخصيه، فان قائد هذه السياره قد يختفي في اي لحظه. وطبعا كان احيانا كثيره يتفتح باب. يعني ايه؟ في ناس كانت تخاف فعلا. يعني ايه الكلام ده؟ وابتدي اتكلم عن اللي احنا مستنيينه، اللي هو ايه؟ اللي كان مستنيه اخنوخ. بالايمان نقل لكي لا يرى الموت، وقبل نقله شهد له بانه قد ارضى الله، ولكن بدون ايمان لا يمكن. اتمنى من قلبي يا رب، عاوزين نرضيك اليومين اللي فاضلين لنا، ما هماش كتار. عملنا كتير حاجات ما ترضيكش في الماضي، عاوزين من النهارده وطالع نعمل، علمني أن أعمل رضاك. لكن بعد كده إذا أنت مشيت مع ربنا هتلاقي نفسك ضد العالم على طول. ما تقدرش تبقى ضد العالم إلا الأول لما تمشي مع ربنا. يعني نقدر نقول الثلاثة بيكلمونا عن هذه الفكرة الجميلة. نوح بيقول المؤمن عليه أن يشهد ضد العالم، بس يا جماعة من غير ما تمشي مع ربنا مش هتقدر تشهد ضد العالم. يجي أخنوخ يقول لك فعلا لازم نمشي مع ربنا، لكن من غير الذبيحة والالتقاء مع الرب عند الصليب ما تقدرش تمشي مع ربنا. يبقى إذا عرفنا إيه هي 3 نقط الارتكاز. واحد قال أي جسم علشان يثبت مش محتاج 4 رجلين، محتاج 3. وأحيانا كثيرة الكراسي دي والترابيزات بيبقى ليها 4 رجلين، لكن هي في الحقيقة واقفة على 3 بس، وعمالة تتعبنا بالرابع ده ملوش لازمه. فتوك توك التوك توك ليه 3 يعني توك توك طيب ده العالم القديم. نخش بقى في العالم، نخش على غربة الإيمان، على الآباء البطاركة اللي هم 4. احنا شفنا في العالم القديم 3، وفي العالم غربة الإيمان كان 4 برضه. في سفر التكوين إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب وأخيرا يوسف. في الحقيقة ال4 روعة، يعني كل واحد منهم أحسن من التاني بصورة رائعة. إبراهيم، بس أقول كلمة على إبراهيم وزيها على موسى. إبراهيم هو الشخصية البارزة في القسم الثاني، موسى هو الشخصية البارزة في القسم الثالث. إبراهيم كل واحد من أبطال الإيمان جت عنه كلمة بالإيمان مرة واحدة. بالإيمان هابيل مرة، بالإيمان أخنوخ مرة، بالإيمان نوح مرة، بالإيمان إبراهيم جت 3 مرات. جت 3 مرات في عدد، أول واحدة في عدد 8، ثم بعد ذلك في عدد بالإيمان تجرب عدد 9، ثم بالإيمان تجرب عدد 17. يبقى 3 مرات، مع أن كل اللي فاتهم كان مرة واحدة. لما نوصل لموسى برضه 3 مرات. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. ثم بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار. يعني 3 مرات موسى، 3 مرات إبراهيم. هل في سبب؟ هو في الحقيقة الاثنين عملاقين بكل معنى الكلمة، ده سبب. والسبب الثاني لأن بولس بيكتب لليهود العبرانيين، وكانوا يفتخرون بصفة خاصة بإبراهيم وبموسى. في يوحنا 8 قالوا للمسيح احنا مش ولاد زنا، احنا لنا إبراهيم أب. ده في يوحنا 8. في يوحنا 9 افتخروا بموسى فقالوا نحن تلاميذ موسى. أنت تلميذ ذاك، بيقولوا للأعمى اللي ربنا فتحه، أنت تلميذ ذاك أما نحن فتلاميذ موسى. يبقى إذا بيفتخروا بإبراهيم، بيفتخروا بموسى. في الحقيقة الاثنين دول عملاقين، عملاقين بكل معنى الكلمة. وعشان كده في أصح الإيمان مش يجي ذكر إبراهيم مرة، 3 مرات. بالإيمان لما دعي أطاع أن يخرج فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. في سمو وعظمة وشموخ أكتر من كده ما كانش صغير، وكان معاه زوجة، ويطلع يترك في زمن ما كانش فيه هجرة، يترك الأوطان ويمشي وهو لا يعلم إلى أين يأتي. انتوا واخدين بالكم؟ معقول الواحد يمشي وهو مش عارف راح فين؟ في الحقيقة لو سألنا إبراهيم يقول أنا مش عارف، لكن اللي أنا ماشي وراه عارف. الإيمان يا أحبائي كما قال أحدهم ليس أعمى يقود أعمى، لا، وليس بصير يقود أعمى برضه، لا، لكن بصير يقود بصيرا. نعم أنا مش أعمى، أنا كنت أعمى زمان، بس دلوقتي أنا بشوف، أبصر. بس حتى لو مش عارف أنا رايح فين، أنا متكل زي الطفل الصغير ماشي مع أبوه، مش عايل هم، مش عايل هم. زمان أيام الإرهاب في بدايته، يمكن الكلام ده في السبعينات من القرن اللي فات أو الثمانينات على الأكثر، يمكن السبعينات وقبل كده كمان، خطفوا الطيارة الإرهابيين. وطبعا كان ذل لما بتتخطف طيارة، ما كانوش بيفجروها لكن كانوا بيهددهم عشان ياخدوا فدية، عشان مش عارف أي حاجة. وقعدوا في الطائرة، قعدت 3 أيام الركاب قاعدين في الطيارة مش عارفين يتحركوا لا يمين ولا شمال. طبعا دورات المية بقت حالتها كرب، طبعا المية نفذت، يعني عذاب. والناس نازلة في اليوم الثالث، أفرج عن ركاب الطائرة ونازلين يعني خلاص مفرهدين. وجت صورة أفتكر في السنة دي أخذت الجايزة بتاعت أروع صورة في العام، طفل صغير في حضن أمه نازل من الطيارة وفي نوم عميق، وتحتيها كلمة سلام. سلام يا، هو ماله؟ هو مش في حضن أمه؟ خلاص خلصت. هي بقى تعول هم مفيش ميه مفيش مش عارف، دي شغلها هي. انا ما اعولش هم حاجه ابدا، انا بتالي ابراهيم، ماشي مع ابراهيم، مش عايل هم اي حاجه بالايمان. لكن مش بس بالايمان، خرج وهو لا يعلم الى اين ياتي بالايمان، تغرب في ارض الموعد كانها غريبه ساكنا في خيام. شوف لي ابونا ابراهيم خيمه جنبك، يا سلام على غربه الايمان. يقول كده ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينيه. تعرفوا يعقوب ده اللي احنا ما بيعجبناش لانه حاجات كتيره عملها مش ظريفه، بس من اول ما جاب قصته بالبدايه من البدايات ربنا بص عليه وقال يا سلام على يعقوب ده، روعه روعه. يا رب مش عارف اللي هيعمله، لا عارف كل حاجه، بس تعرف ليه قال عليه روعه؟ انسانا كاملا يسكن الخيام. يا لما شافه ساكن في خيمه قال اهو ده تمام، اهو ده اللي هحط عيني عليه وهفضل اشتغل فيه لغايه لما اطلع منه امير مع الله، هطلع منه اسرائيل. يعقوب ابراهيم ويعقوب واسحاق ويعقوب وارثين معه لهذا الموعد عيني ساكنا في خيام. ما نمشي شويه في الايمان، مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء ونزلاء على الارض. انا غريب وكمان نزيل. عارفين الفرق بين الغريب والنزيل؟ في حبايب لينا كتير هاجروا امريكا، دول غربة لكن مش نزلة لانهم رايحين يستوطنوا، فكل واحد لما راح اشترى بيت واستقر هناك. انا لما بروح امريكا غريب ونزيل، ليه؟ لاني مش من البلد ولاني مش ناوي كمان اقعد. فاحنا هنا مش بس غربة، لكن احنا هنا غربة وايه؟ ونزلة، غربة ونزلة. وبعدين يقول لنا لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وباريها الله. المهندس المصمم، المهندس المنفذ هو الله. طبعا النهاردة المدينة اللي بيبنيها مش مهندس بيبنيها، مهندس يا دوبك هيبني مبنى فيها، لكن ده بيت استشاري، بيت خبرة كبير قوي، يعني مجموعة عظيمة من المهندسين، وفي الغالب ما بيبقاش مقاول واحد لكن مجموعة كبيرة من الشركات المقاولات عشان تبني مدينة. بس تعرفوا المدينة اللي احنا رايحينها مدينة سعيدة ما فيها دموع. عارفين المدينة دي؟ أنا رايح للمدينة الجميلة دي صانعها وباريها الله. وتيجي الثلاث حاجات. أولا يقول لنا في عدد 10 عن إبراهيم كان ينتظر المدينة، ينتظر. حاجة تاني يقول لنا في عدد 14 فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا أفضل. يبقى بينتظر وطن، يطلبون وطنا. وبعدين يقول لنا في عدد 16 يقول كده لكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحم الله بهم أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. أول حاجة بينتظر المدينة، مستنيها. لما شافها واحد زي ما واحد أكل عسل وما بقاش أي أكل تاني يلد عليه، تديله أي حاجة يقول لك ملهاش طعم. ليه؟ لأنه أكل عسل. أو واحد بص شوية في نور الشمس فمش شايف أي ضياء آخر. ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وباريها الله. لكن بعد كده يقول يطلبون وطن، يطلبون بكل قلبهم، كل تفكيرهم يطلبون وطنا. أحلى الترنيمات بلا منافس. لا خلينا أقول الترنيمة الحلوة اللي بيكون عن المسيح، سواء في مجيئه الأول أو في مجيئه الثاني. شيء رائع الواحد لما بيتكلم عن الترنيمات بتاعت الرجاء قد ايه القلب بيلتهب. يطلبون وطنا. لكن اخر حاجه مش بس بننتظر وبنطلب، لكن كمان يبتغون وطنا. ده القلب ما عادش يشتاق لاي حاجه تاني غير يبتغون وطنا افضل اي سماويا. مش هتكلم بقى عن الباقي، لكن خليني اقول كلمه عن يوسف. عجيب الكتاب لما جه يتكلم عن يوسف يقول بالايمان يوسف عند موته. يا رب، انت ما لقيتش حاجه في كل حياه يوسف وجريت بسرعه على عند موته؟ في الحقيقه الاجابه عن هذا السؤال ان يوسف في حياته اظهر الفضيله، الجمال الادبي، بس مش ده موضوع الاصحاح. الاصحاح مش بيكلمنا عن جمال ادبي والا كان حدثنا كثيرا عن يوسف، لكن بيكلمنا عن الايمان. وعشان كده عند موته قال حاجتين في منتهى العظمه. ذكر خروج بني اسرائيل، هم مبسوطين في مصر طبعا، قرايب ليوسف صاحب الفضل على مصر وعلى العالم كله في ذلك الوقت، فكانوا عايشين مرتاحين. بس عند موته ذكر. اوعى يا جماعه، اوعى اخواتي تفتكروا ان هي دي النهايه بتاعتنا، احنا مش من هذه البلد، احنا رايحين وطننا. ده ابونا او جدي الكبير ابراهيم قال اعلم، الرب قال له اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم، احنا مش من هنا. فذكر خروج بني اسرائيل وايضا واوصى من جهه عظامه. اوعوا تنسوني يا اخواتي، انا هموت، بس لما تخرجوا تاخدوا معاكم عظامي. ايه الروعه دي؟ لماذا يا يوسف لقد رأيت المجد في أرض مصر، فلماذا لا تدفن في أرض مصر وتبني لنفسك هرما زي اللي بنوا لأنفسهم أهرامات؟ لماذا؟ لأن هنا مجد يوسف، لكن هناك مجد عمانوئيل، مجد المسيا، وأنا مرتبط بالأرض التي فيها سيتمجد المسيا، مش بالأرض اللي أنا تمجدت فيها. قال الله أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبالي قدسي. لما نوصل لموسى، يعني في الحقيقة شخصية رائعة، لكن أقول عنه سباعية جميلة. أول حاجة بالإيمان موسى لما كبر أبى رفض الإيمان، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله اختيار الإيمان. الإيمان بيرفض والإيمان بيختار. موسى أبى أن يدعى ابنة فرعون، وموسى اختار مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت بالخطية. ثم ثالثا نجد حساب الإيمان، حاسبا عار المسيح، غنى أعظم من خزائن مصر. ثم رجاء الإيمان لأنه كان ينظر إلى المجازات. خامسا انفصال الإيمان، بالإيمان ترك مصر. ثم سادسا غير خائف من غضب الملك، شجاعة وجسارة الإيمان، غير خائف من غضب الملك. وأخيرا بصيرة الإيمان لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. رائع، موسى شاف من لا يرى، وابراهيم شاف المدينة. وانا بشوف ان الايمان هو الثقة بما يرجى والاقام بامور لا ترى. فعلا في ابراهيم نجد الواحدة وفي موسى نجد الثانية. طب انتقل في الاخر الى رحاب الزانية التي لم تهلك مع العصاة. كتابنا عظيم مش كده؟ فعلا عظيم جدا. رحاب الزانية، احنا بنتكلم عن سجل شرف او لوحة شرف المتفوقين، رحاب من ضمنهم. في ستين بس مذكورين في الاصحاح ده، سارة ورحاب. سارة قمة مش كده، ام المؤمنات، الرسول بطرس قال كده. ورحاب تعبانة قوي، دي كانت شغالة عاهرة في مدينة أريحة. ويتحطوا جنب بعض. إيه اللي جمع سارة ورحاب؟ اللي جمعهم حاجة واحدة، اللي هي إيه؟ الإيمان. الإيمان. وسارة على فكرة متجوزة إبراهيم. يعني أنا بالتالي أي واحدة هتتجوز إبراهيم كانت لازم هتبقى إيه؟ محترم. ما هو يعني حتى لو ضعفت شوية كوعت حبتين، ابراهيم على طول هيعمل ايه؟ هيمسك بايدها ويشيلها وتاثر عليه. لا ده ابراهيم يا ابوي. شوف الايه اللي جت عن ساره تلفت النظر، بيقول بالايمان ساره نفسها ايضا اخذت قدره على انشاء نفسها. يعني ايه كلمه ايضا؟ يعني ما ابراهيم برضه ما كان تعبان الثاني، ما كان عنده 100 سنه، وعشان كده يقول وذلك من ممات، يعني كان ابراهيم ميت. واحنا عارفين الزياره اللي عملها الرب في لابراهيم، وبعدين ساله فين ساره؟ قال له في الخيمه، وبعدين قال له اني ارجع نحو زمان الحياه. تلاحظوا انه ما قالش ان شاء الله، مش كده؟ ما هو الله، فما قالش ان شاء الله، اني ارجع نحو زمان الحياه ويكون لساره امراتك ابن. عملت ايه ساره جوه؟ ضحكت في باطنها وقالت ابعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. الرب من بره قال لماذا ضحكت ساره قائله، وقال اللي قالته. فهي الست بقى اتلخمت، فقالت انا ما ضحكتش، قام ربنا قال لها ايه؟ لا ضحكتي. وبعدين مشي ابراهيم مع ربنا، وبعدين رجع. اكيد لما رجع قال ايه اللي عملتيه ده؟ قالت له هو مين الضيف الراجل اللي كان معانا ده؟ قال له ده ربنا. ربنا؟ طب مش تقول لي يا راجل. قال له ما انا ما عرفتش غير مع الكلام، يعني قعدت اتكلم معاه عرفت، فقلت له شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد اديان كل الارض يصنع عدلا. قالت يا خبر بقى، ربنا يبقى في بيتي ويقول كلام وانا ما صدقوش، اودي وشي من ربنا فين؟ وبعدين قال لها خلاص ولا يهمك، وربنا بيغفر وربنا بيسامح، شد حيلك. فقال لها كلام شجعها، وهو اتشجع وهي اتشجعت، وبالايمان ساره نفسها ايضا اخذت قدره على انشاء. وده درس لينا. افرض انا اظهرت نوع من عدم الايمان في يوم من الايام، دي مش اخر الدنيا، مش اخر الدنيا. ربنا بتاع الفرصه الثانيه، ولا اقصد بالفرصه الثانيه نمره 2، لكن يمكن نمره 200 2000 2 مليون. ربنا باله طويل قوي، بس اوعى تزودها. يعني هو باله طويل وحنين قوي وبيحب قوي، بس احنا كمان لازم يبقى عندنا ذوق قوي، والا نبقى ما احناش كويسين ابدا. ساره وابراهيم، يعني اذا سقط واحد يقيمه رفيقه، لان 2 خير من 1. لكن مين رحاب؟ مين يشجعها؟ مين يقول لها؟ في الحقيقه مش محتاجه حد يقول لها. الجاسوسين لما جم مش هم اللي قالوا لها، دي هي اللي قالت له. هم قالوا، بس هي قالت كلام احلى من اللي قالوه. هم قالوا ويكون اذا اعطانا السيد الرب الارض هنعمل كيتو كده، اذا اعطانا. بس هي تعرف قالت ايه؟ علمت ان الرب قد اعطاكم الارض. يا حلاوه ايمان رحاب. وعشان كده مش غلطان كاتب العبرانيين لما يقول بالايمان ساره وبالايمان رحاب. ولما نروح لرساله يعقوب، بالايمان اما تبرر ابراهيم بالاعمال اما تبررت رحاب بالاعمال. وهذا معناه الآية الجميلة اللي جت في آخر رمية 5، حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة. جدا أنا أشكر الله. أعتقد إن عدد كبير مننا مولودين من الله، وأعتقد إن حتى اللي مش مولودين من الله عندهم أخلاق وعندهم مبادئ. لكن لنفترض أن واحد هنا أو واحد بيسمعني خلف الشاشات في أي مكان في الدنيا حالته طين، يعني في منتهى الانحطاط الاخلاقي، يعني زي رحاب. أيمكن لإنسانة مثل هذه أن تقبل عند الله؟ أيمكن أنها توضع في سحابة الشهود في لوحة شرف الأبطال؟ يمكن. هذا هو الإنجيل الذي نفتخر به. لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. أتنقل بسرعة بقى في كلمتين قليلين عن يعوزني الوقت، وانا برضو يعوزني الوقت ان اخبرت عن، وجاب لنا مجموعه، وبعدين بيقول الذين بالايمان قهروا ممالك. اللي بعديها أنا عايزكم تحفظوها مع بعض. الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا برا. يعني أنا مش ما عنديش الإيمان اللي يقهر الممالك. والنهاردة مش أنا الشخص اللي هفتح بلاد للمسيح، مش هعمل كده. بس تعرف ممكن أعمل حاجة تاني. أعمل إيه؟ أصنع بر، أعمل الصح. خليني أوضح كلامي. يشوع ويوسف. يشوع محارب رائع عظيم عملاق، دخل الأرض وجاب الملوك وحط أقدامه على أعناق الملوك، وكمان جاب القادة بتوعه وحطوا أعناقه. انتصر، مش كده؟ بس يوسف انتصر انتصارا لا يقل عظمة عن انتصار يشوع. انتصر على الشهوة جواه. فإذا كنت لا أستطيع أن أقهر ممالك، فإني أستطيع أن أصنع برا. هو نفس الإيمان الذي يقهر الممالك هو الإيمان الذي يصنع البر. كمان ملاحظة أخيرة، إن في ناس ماتوا قتلا بالسيف، وفي ناس نجوا من حد السيف. هذا معناه إن الإيمان بيجيله إغراء، وعد ووعيد. موسى البطل العظيم اللي اتكلمنا عنه في عجالة انتصر على وعد وعلى وعيد العالم. الوعد ابن ابنة فرعون انتصر. وعيد ترك مصر غير خائف من غضب الملك. في ناس كانت ظروفهم صعبة، آخرون تجربوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. يعني اتحطوا في موقف صعب قوي وقالوا لهم ممكن نفرج عنكم، تنكروا المسيح. واحد في تاريخ الكنيسة اسمه بوليكاربوس، هذا البطل طلبوا منه أنه ينكر المسيح. كان عنده في ذلك الوقت حاجة و80 سنة. فقال لهم أكثر من 80 سنة كان أمينا معي، عايزني في آخر أيامي أكون غير أمين له. ولم يقبل النجاة واتحرق. لم يقبل النجاة لكي ينال قيامة أفضل. أحبائي، قد لا نأخذ نصيبنا هنا في الدنيا، لكن في شخص أمين إحنا بنخدمه وهو لا يمكن أن ينسى أبدا أبدا ما ضحينا به لأجله. إنه أمين. الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه، إذ خدمتم القديسين وتخدمونهم. أتمنى من كل قلبي أن هذا الأصحاح يحفز فينا شيء. نشتهي أن احنا نظهر هذا الإيمان الذي بدونه لن يرضى الله. ما تنسوش الثلاثية: بدون سفك دم مفيش غفران، بدون قداسة مفيش علاقة مع الله، بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. أرجو أن نحن رؤوسنا للصلاة. ما أروعك يا سيدنا عندما أتيت إلى هذا العالم. ما أروعك، زي ما بيقول عنك عبدك، إنك رئيس الإيمان ومكمله. قد بنشكرك يا رب لأنك عملت في نفوس في التاريخ القديم، فأظهروا إيمانا رائعا، أكرموك بإيمانهم. ونشكرك لأنك تنظر إلينا في هذا المساء. أنت تريد الإيمان القوي، ولكنك لا تحتقر الإيمان الضعيف. لذلك مع أبو الولد المصروع نقول لك: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. أتوسل إليك إذا كان في ناس فاكرة إنها يمكن إنها ترضيك بأي شيء بخلاف الإيمان، اتعامل مع هذه النفوس في هذه العشية. يا رب نور واظهر من فضلك. يا رب خلي الناس تتمسك بيك، تصنع الصلح معاك. واحنا يا رب محتاجين انك تزود وتقوي ايماننا يا رب في اليومين اللي فاضلين لنا في هذا العالم. من فضلك استجيب. بركه لكل نفس ساجده منحنيه قدامك، بركه للنفوس التي تسمع عبر التلفاز، بركه لبقيه فرص هذا المؤتمر المبارك، لك كل المجد، امين. تعالوا مع بعض نرنم الترنيمة الجميلة 114 معنا في شعار بالإيمان بالإيمان. بالإيمان 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 صومي والصدى أطوى عملي، جاني صوته الحلو قال لي التبرير ده بالمجان. بالإيمان بالإيمان خلاصه ليا، بالإيمان بنعمة جاية، بالإيمان خلاصه ليا، بروح وميه. بالإيمان 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 أقبل أمشي وياه وأعدي في أي ظلمة وهو سندي، أقبل أمشي وياه وأعدي في أي ظلمة سندي، ولا أخطي في نور لوحدي، ولا أعيش بلا عيان. بالإيمان بالإيمان أسير معاه، بالإيمان فوق المياه، بالإيمان أسير معاه، بالإيمان فوق سفينتي وانسى عشيرتي واعيش مسيرتي. بالإيمان 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 أقدر أترك أي غالي، أقبل أخسر كل مالي، أقدر أترك أي غالي، أقبل أخسر كل مالي، هي غربة في قصر عالي أو في خيمة تأسيان. بالإيمان مدينتي فوق، بالإيمان وكنزي فوق، بالإيمان مدينتي فوق وكنزي فوق، حنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان، للسما شاخصين ومنتظرين يشوفك بالعيان، بشوق وحنين وصبر سنين بكل يقين وإيمان، للسما شاخصين ومنتظرين يشوفك بالعيان. أحلى اليوم الموعود يا غربة خلاص نهارنا مش هيعود، بنت العلامات هنت الصعوبات أحلى اليوم الموعود. وبصوت الجوف ومسحنا يلاقينا، نهتف على طول ننشد ونقول مجدا لك يا فدينا. وتناهى الليل تناهى وتقارب النهار، وعرسنا جاي ياخدنا نستوطن وعدك ابسط لطفك ده شعبك مستنيك. امين تعال ارواحنا بتناديك، حقق وعدك ابسط لطفك ده شعبك مستنيك. وتناهى الليل تناهى وتقارب شخصيا صدقني ما كنت عايز الاجتماع ده يخلص، كنا في السماء وقال لو الرب يجي في اللحظه دي زي ما قال اخي يوسف ناس هتفرح، ويا ريت انت لو مش جاهز قول له يا رب يا رب خليني جاهز، تعالى اغسلني بدمك زي هابيل بدون سفك دم لا تحصل مغفره. اخي يوسف في ترنيمه نختم بيها بتقول ومهما طال الزمان، تعال نختم بالترنيمه الحلوه دي ومهما طال الزمان. أطفال الزمان بحرب وكرب وهوان، ومهما طال الزمان بحرب وكرب وهوان، يسوع أعد السما لينا وفي انتظارنا على المينا، يسوع أعد السما لينا وفي بنودع المشاهدين على قناة الكرمة، دخلنا نحييهم تحية أخيرة.